صوت غالبية الدنماركيين بلا في الاستفتاء الذي نظم الخميس حول مشاركة أزيد للدولة الإسكندنافية في السياسات الأوروبية في مجالي القضاء والشرطة. ووصلت نسبة المصوتين بلا إلى نحو 53.7% من الأصوات حول تبني المزيد من القوانين الأوروبية، وتعد النتيجة امتحانا لأول مرة منذ 15 عاما حول رغبة المملكة الإسكندنافية في الاندماج بشكل أوسع بالاتحاد الأوروبي أو الاستمرار في المحافظة على بعدها. رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن أقر بالنتيجة وأكد احترامه لقرار الدنماركيين الذين صوتوا بلا، والتي دعمها اليسار المتطرف والحزب الشعبي الدنماركي المعارض.